ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية في تقرير أن الحكومات الأوروبية لا تملك العديد من الخيارات لتجاوز العقوبات الأمريكية ضد إيران، ولن تستطيع فعل الكثير لإنقاذ الاتفاق النووي. وأشارت الصحيفة التي أشارت إلى تصريحات أخيرة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، والذي حذر فيها من استعداد واشنطن لفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي ما زالت تتعاون مع النظام الإيراني بعد إلغاء الاتفاق النووي. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن القضية هي أن الأوروبيين يجب أن يعوا ما يقومون به، حيث أن بقائهم في الاتفاق ومعارضة قرار رئيس الولايات المتحدة ليس في صالحهم. ورأى بولتون أن العقوبات الأمريكية ستقنع الدول الأوروبية في نهاية المطاف بالخروج من الاتفاق النووي، قائلا إن أوروبا تخطط للبقاء في هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنها سوف تنهار من الداخل وسوف نرى ذلك، ومن الأفضل لجميع الحلفاء الأوروبيين أن يتفقوا مع نهج واشنطن الجديد.